شاركت المملكة العربية السعودية في المنتدى العالمي لقمة المعلومات الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجنيف، وذلك لإبراز خطط المملكة وجهودها في تنفيذ مخرجات القمة العالمية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتمشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. نحتفل اليوم بحصول ثلاث جهات سعودية على جائزة دولية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي وزارة الخارجية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك وزارة العدل. هذه الجائزة تعكس المستوى المتقدم والمميز الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال تقنية المعلومات، وأيضا توضح مدى اهتمام المسؤولين في المملكة على أن يكون هناك خدمة مميزة تقدم للمواطن والمقيم بشكل ميسر وسهل. ونأمل إن شاء الله أن يكون هناك المزيد من الإنجازات في مجال تقنية المعلومات وأيضا في المجالات الأخرى. حازت المملكة العربية السعودية على ثلاث جوائز في مجال التميز التقني ضمن الخمسة الأوائل الحائزين على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث حصلت وزارة العدل والخارجية والعمل على جوائز التفوق التقني من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف. يأتي هذا النجاح تأكيدا على الخطط والتوجهات الطموحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في تطوير جميع الخدمات في مختلف الوزارات. هذا التميز والاعتراف الدولي الذي نعيشه اليوم بحمد الله هذا دليل دلالة واضحة على نجاح رؤية 2030 وأيضا برنامج التحول الوطني 2020. وزارة العدل كانت هي من الوزارات التي انطلقت وساهمت في هذا البرنامج وهذه الرؤية الطموحة. كان من إحدى المبادرات هي مبادرات تقنية وتحول رقمي كامل. بحمد الله كان مشروع ومبادرة محاكم بلا ورق كان مشروع طموح، بدأ بفكرة وبدأ بطموح وتوجيهات معالي وزير العدل. خلال فعاليات المنتدى العالمي بجنيف نظمت المملكة العربية السعودية ورشة عمل لإبراز جهودها وإنجازاتها في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات ووزارة الداخلية. تم خلالها استعراض جهود الوزارات ذات الصلة بخدمة الأمن الإلكتروني ومشروع محكمة بلا ورق الذي نفذته وزارة العدل. جائزة التفوق التقني التي حصلت عليها المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العدل ما هي إلا انعكاس للدور القيادي والريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية وسط منظمات الأمم المتحدة. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف.